إذن ضابط ما يجب فيه التعزير هو كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. فالمعاصي التي فيها حدود كالزنا أو السرقة أو غيرها يكتفى بالحد ولا تعزير. وكذلك المعاصي التي فيها كفارات، كمن جامع زوجته في نهار رمضان مثلاً فهذا عليه الكفارة، وفعله هذا معصية ليس فيها تعزير لأن فيها كفارة. والفقهاء يقولون إن الكفارة فيها معنى العقوبة ومعنى العبادة، فمن حيث وجود معنى العقوبة فيها كان إيجاب الكفارة مغنياً عن إيجاب التعزير من هذه الناحية.